بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في الخطبة الأولى التي بدأ بها الشيخ رحمه الله تعالى كلامه في كتابه، أورد فيها جملة من الأمور من عناصر مقدمة الكتاب، وقد سبق أن لها عناصر ثمانية وقد يضاف إليها غيرها. في هذه المقدمة التي أورد فيها فصلين، هنا سيذكر فيها عنصرا واحدا من عناصر مقدمة العلم. فرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب: مقدمة الكتاب تراعى فيها أمور لا بد من أن تورد في بداية الكتاب، كما تورد في بداية الخطبة، في بداية المحاضرة، في بداية الكلام. وقد سبق أنها تنقسم إلى قسمين: إلى أمور ضرورية واجبة، قد يكون الوجوب شرعيا، قد يكون الاستحباب شرعيا، أو قل في الجملة تجب وجوبا صناعيا، أي يعاب الكلام إذا لم يستأنف بها، كالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتردي على الصحب والآل، الدعاء للصحب والآل. ومنها ما يستحب، القسم الثاني يستحب استحبابا صناعيا، وهي الأربعة الأخرى. المقدمة الثانية مقدمة العلم، هذه تورد فيها مسائل لا بد من معرفتها للشروع في الفن، ولا يلزم أن تكون موردة في أول الكتاب، سواء ذكرت في أول الكتاب أو في وسطه أو في آخره، أو ألف فيها تأليف مستقل. المبادئ العشرة، وهي المسمات بالمبادئ العشرة لكل فن من الفنون. فالمقدمة هذه مقدمة باعتبار توقف معرفة الفن والتضلع فيه وإدراكه، تمام الإدراك يتوقف هذا على هذه المقدمات، ذكرت في موضع معين أم ذكرت مستقلة. لكن مقدمة الكتاب هذه خاصة باعتبار المحل، لها محل خاص وهو أول الكتاب وهو أول الكلام. مقدمة العلم تشتمل على عناصر عشرة، وهي المقدمة المبادئ العشرة. المبادئ العشرة هذه يحتاج إليها في كل فن من الفنون، أي فن ستشرع فيه تحتاج إلى معرفة حده، إلى معرفة موضوعه، إلى معرفة ثمرته وغايته، إلى معرفة حكمه الشرعي، إلى معرفة واضعه، إلى معرفة مسائله. فهذه مبادئ عامة، كأنها تعطي لطالب العلم، لطالب هذا العلم الخاص الذي سيدرسه أو أراد الشروع فيه، كأن هذه المبادئ تعطي الخريطة العامة، التصور العام، الشكل العام للفن. ولا شك أن هذا يسهل، فالدخول في أي فن بعد الاطلاع على هذه الأشكال العامة، على هذه الصورة العامة، يسهله، خلافا لما دخل فيه دون سابقة علم، لا بتعريف ولا بموضوع ولا بعلاقة بينه وبين بقية الفنون ولا 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 بحكمه الشرعي. فلا شك أنه سيدخل في شيء مجهول، مظلم، وستقل الفائدة أو تتأخر الفائدة. ربما لا يعرف غاية هذا الفن إلا بعد أن يدرس فيه متنا ويعيد متنا، حينئذ يظهر له الغاية والموضوع والثمرة والفائدة وكذا. سنحن المصنف رحمه الله تعالى اقتصر هنا على مبدأ واحد من هذه المبادئ العشرة، وهو مبدأ الحد، لأن الحد لا بد منه. هذه المبادئ العشرة تنقسم إلى قسمين، كذلك كما أن مقدمة الكتاب تنقسم إلى قسمين تلك العناصر، كذلك مقدمة العلم تنقسم هذه المبادئ المذكورة فيه إلى قسمين، إلى قسم يجب وجوبا صناعيا كذلك، أي يقبح بطالب العلم أن يكون غير عارف بهذه المبادئ المذكورة التي ستذكر في الواجبة وجوبا صناعيا، يقبح بطالب العلم أن يشرع في هذا الفن هو غير عارف بها، وهي الحد والموضوع والثمرة. هذه الثلاثة واجبة وجوبا صناعيا، يعني أي فن من الفنون ستشرع فيه لا بد من هذه الثلاثة ابتداء، هي تعريفه، التصور مقدم على تصديق، الحكم على الشيء فرعون عن تصوره. أنت إذا دخلت في أي فن من الفنون ستقرأ الأحكام، ستقرأ التصديقات،
هذه الأحكام لا بد أن تكون أن يسبقها تصور، يكون عندك واحد التصور بدأ الفن قبل أن أتكلم في أحكامه، في قواعده، في مسائله التفصيلية، في تقسيماته إلى غير ذلك. الحد والموضوع قبل الشروع في أي فن لا بد من معرفة موضوعه، لأن هذا الموضوع هو الذي يميز العلوم ويفرق بينها. إذا لم يعرف موضوع العلم، أي يعني لا أدري أين أضع قدمي، هل في علم يتعلق بالنقل، في علم يتعلق بالدلالة، في علم يتعلق بالعقل، في علم يتعلق باللغة، أم يتعلق بالفقه، أم يتعلق بالسيرة، أم يتعلق بالتاريخ، ما هذا الفن؟ لابد من معرفة الموضوع. معرفة الموضوع يتوقف عليه الشروع في الفن، ويقبح بالطالب أن يدخل في أي فن ولا يعرف موضوعه. والثمرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. لا يدخل في الفن داخل عاقل إلا وله غاية، إلا وله نتيجة يريد تحصيلها، وغاية يريد الوصول إليها، وهي التي ينبغي أن تعرف قبل الشروع في هذا الفن. قبل الشروع في أي فن من الفنون لا بد من معرفة الفوائد، ما هي الثمرة التي أرجوني لها إذا درست هذا الفن. يقولون من يفعل الفعل بدون غاية بدون علة فهو عابث. هذا ليس من أفعال العقلاء. لو مررت بإنسان ينبش نبشا، يبش أرضا، ينبش جدارا، يحرك آلة، يحرك أي شيء، فسألته لما تفعل هذا؟ قال ما أدري. لماذا تحمل هذا؟ لا أدري. لماذا تحرك هذا؟ لا أدري. هذا ليس من أفعال العقلاء. العاقل إذا كان يفعل فعلا لابد أن يفعله لغاية، وهذا له متعلق عقدي كذلك. ثم بقية المبادئ ما زاد، هي السبعة الباقية، الحد والموضوع ثم الثمرة، هذه واجبة وجبا صناعيا. الباقي وهي النسبة والفضل والاسم والواضع والمسائل وحكم الشارع، البواقي كلها مستحبة استحبابا صناعيا، ليس المراد هنا بالوجوب الوجوب الشرعي ولا بالاستحباب الاستحباب الشرعي، وإنما المراد الصناعة، أي في مجال الصناعة، في مجال التأليف، في مجال الدراسة، في مجال التدريس، لا بد من أن تقدم هذه قبل الشروع في قبل الدخول في مسائل الفن والخوض في قواعده. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الحديث على عن تفسير أصول الفقه، حد أصول الفقه، قال فيها فصلان في هذه المقدمة. الفصل الأول في تفسير أصول الفقه، قال هو مركب من كلمتين، هذا من المركب الإضافي، أصول الفقه، أصول الفقه مركب إضافي، مركب من مضاف ومضاف إليه، لكن صار علما ولقبا على فن من الفنون، بعد أن صار لقبا وعلما ما يراعى فيه التضايف. مبقيناش كنشوفو ذكر معنا ديال أنه أصول بني عليها الفقه، أصول مضافة إلى الفقه، وإن كان هذا ملتفتا إليه في أصل وضعي في أصل التركيب. قالوا هو مركب من كلمتين، فنفسر كل واحدة على انفرادها ثم نفسر المركب منهما، وهذه الطريقة في تفسير كل الأعلام المركبة تركيبا إضافيا. دائما تفسر المفردتان، كل مفردة على حدة، بعد ذلك يفسر المركب باعتبار كونه لقبا وعلما على الفن. لهم طريقتان في هذا، إما أن يقدم التعريف اللقبي والعالمي أولا لأنه هو المقصود بالذات. إذا قيل أصول الفقه لا يراد معنى مفرد الأصول ولا معنى مفرد الفقه، وإنما المراد علم مسمى بهذا الاسم اللي هو أصول الفقه، فكونه مقصودا بالذات يقتضي أن يقدم تعريفه أولا ثم يعرف الجزءان. هذه طريقة لبعضهم، لكن أكثر الأصوليين على تقديم التعريف، تعريف المفردين أولا، لأنهما جزآ، هما ركنا، أنت هنا تبدأ من الأجزاء إلى المركب، من الجزء إلى الكل، وهذا هو الذي يقتضي الترتيب الطبيعي، هو الانتقال من أصل التركيب، من أصل المفردات باعتبار كونها مفردة غير مركبة، كأنها ما أضيفت، كأنها ليست مضافة ولا مضافة إليه، بعد ذلك ينظر فيما آل إليه المعنى بعد التركيب، اللي هو المعنى اللقبي أو المعنى العالمي. وهذا الذي يفعله الشيخ هنا رحمه الله تعالى، سيعرف كلمة أصول بغض النظر عن كونها جزء من هذا العالم، ثم سيعرف كلمة الفقه بغض النظر عن كونها جزء من هذا العالم، ثم يعرفه بعد ذلك أصول الفقه باعتبار كونه لقبا وعالما. قال أما الأصول فجمع أصل، أصول الفقه، أصول هذا جمع على وزن فعول، جمع أصل
وهو في اللغة وله في اللغة معنيان، هي كلمة أصل، كل كلمة من هاتين الكلمتين، كلمة أصل وكلمة فقه، يحتاج إلى تعريفها في اللغة وإلى تعريفها في الاصطلاح. قال وله في اللغة معنيان، كلمة أصل لها في اللغة معنيان، أحدهما ما منه الشيء، والآخر ما يبلى عليه الشيء. الفرق بينهما أن الأول إنما هو امتداد، إنما هو امتداد ما منه الشيء، أي أن الفرع من الأصل امتد، إنما طالت تلك المادة وازدادت وتفرع عنها شيء آخر، شيء ثاني. فالفرع هنا يقتضي أن يكون من مادة الأصل، كالوالد فرع، هو فرع عن الوالد، وهو مادة منتقلة، مادة سارية، مادة متفرعة، فهو جزء منه، جزء من أبيه. فالأب أصل، والولد فرع، وهو منه، وهو منه، من الولد من والده. قال أحدهما ما منه الشيء، والآخر ما يبنى عليه غيره. هذا الثاني ما فيه امتداد، ما فيه انتقال المادة، وإنما فيه التوقف، توقف شيء على شيء، فكون هذا متوقفا على شيء آخر يقال هذا المتوقف فرع والمتوقف عليه أصل، كتوقف الجدار على الأساس مثلا، على أساس الجدار، فالأساس أصل توقف عليه الجدار، والجدار ليس منه، ليس جزءا منه، ليس امتدادا منه، امتدادا من ذلك الأصل. فما توقف على شيء سواء كانت مادته منه، يعني مجرد امتداد، مجرد ازدياد في تلك المادة وانتقال إلى حال أخرى، أم لم يكن فيه انتقال في المادة ولا اتصال في المادة، وإنما فيه توقف شيء على شيء، مع أنهم منفصلان وقد يكونان متباينين أصلا في الجنس والنوع والخصائص. قال والآخر ما يبنى عليه الشيء حسا أو معنا، كل ما يبنى على شيء فإنه يسمى، ذلك المبني عليه يسمى أصلا، سواء كان حسيا أو كان معنويا، حسيا كالأساس للجدار مثلا، ومعنويا كما تقول مثلا هذا الدليل أصل لهذه المسألة، فهذه المسألة إنما تفرعت على هذا الدليل، فهي متوقفة عليه وهي متفرعة عنه، عن ذلك الدليل، فهمت من الدليل فهي متوقفة عليه، فالدليل أصل وهو أصل معنوي وليس حسيا. قال والآخر ما يبنى عليه الشيء حسا كان أو معنى. ثم قال وله في الاصطلاح معنيان، الأصل كلمة أصل لها في اللغة معنيان، ولو أجملت ذلك في كلمة الأساس قلت الأصل هو الأساس، أي ما يتوقف عليه الشيء ليعم الأمرين. قال وله في الاصطلاح معنيان، بل له أربعة معان في الاصطلاح، والمراد بالاصطلاح هنا الاصطلاح الأصولي، أي استعمالات الأصوليين لكلمة أصل. أما الاستعمالات الاصطلاحية العامة عند الأصوليين وعند غيرهم فهي كثيرة جدا، ففي كل فن لا بد أن تجد هذه الكلمة مستعملة، تجدها في الفرائض مستعملة، الأصول والفروع والحواشي، وأصل المسألة مخرجها، وتجدها في العروض مثلا، التفاعيل الأصلية والتفاعيل الفرعية المتفرعة عنها، تجد في كل فن لابد أن تجد فيه كلمة الأصل مستعملة. لكن ما هي المعاني الاصطلاحية التي يستعمل فيها الأصوليون هذه الكلمة، كلمة أصل؟ أربعة معاني. قال وله في الاصطلاح عند الأصوليين معنيان، أحدهما الراجح، أي المعنى الراجح. الألفاظ أحيانا تتحد دلالتها، معناها واحد، أحيانا يتعدد مدلولها. إذا تعدد المدلول، قد يكون المدلول لاحتمالان، قد يكونان متساويين فهذا مجمل مشترك، وقد يكون أحدهما راجحا والآخر مرجوحا، فدائما الجانب الراجح كنقول فيه هذا هو الأصل. الكلام مثلا إذا كانت له حقيقة ومجاز، يستعمل استعمال حقيقيا ويستعمل استعمال مجازيا، ما الأصل منهما؟ الحقيقة. كنقول الأصل في الكلام الحقيقة، والمجاز فرع. تقول الأصل في الكلام هو الاستقلال، الأصل في الكلام هو الانفراد للاشتراك، الأصل في الكلام هو التأسيس للتأكيد، وهكذا. الأصل في الكلام الظاهر، حمله على الظاهر لا على التأويل. الأصل في الدليل مثلا هو البقاء للنسخ. دائما ما فيه احتمالان أحدهما راجح والآخر مرجوح، الاحتمال الراجح يعبر عنه بالأصل عند الأصوليين.
وسيرد هذا، سيأتي للشيخ رحمه الله تعالى هذه القواعد التي يراعى فيها الجانب الراجح مع الجانب المرجوح فيعبر عنها بالأصول. قال وله في الاصطلاح معنيان يعني أحدهما الراجح كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة أي لا المجاز، والآخر الدليل. يستعملون الأصل كذلك، الأصوليون يستعملون الأصل في معنى الدليل، فيقولون أصل هذه المسألة القرآن، في مسألة فقهية يقول لك أصل هذه المسألة القرآن أو الآية القرآنية كذا، أصل هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أصل هذه المسألة الإجماع. فالأصل يستعمل بمعنى الدليل، الدليل مطلقا، الدليل متفقا عليه أو مختلفا فيه، أي كل دليل بني عليه مدلول، مدلول معين، فهذا الدليل يطلق عليه أصل. كذلك من استعمالات الأصل عند 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 الأصوليين المقيس عليه في باب القياس. باب القياس، القياس له أربعة أركان، اللي هو الفرع المقيس والأصل المقيس عليه، الأصل والأصل هو المقيس عليه والعلة والحكم. فعندنا استعمال ثالث لكلمة أصل عند الأصوليين وهو المقيس عليه في باب القياس، هذا خاص بباب القياس وسيأتي في محله. أيضا من استعمالاته لكلمة الأصل التعبير عنه بمعنى ويقصدون معنى القاعدة المستمرة. كان يقول مثلا الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، كما سيأتي في الاستصحاب، في دليل الاستصحاب، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل في الأوصاف الطارئة العدم، أي الأصل أو القاعدة هنا المستمرة هي أن الأصل في الأوصاف الطارئة عدم اعتبارها، عدم وجودها إلى أن يثبتها مدعيها بالدليل. يقول وله في الاصطلاح معنيان أحدهما الراجح والآخر الدليل، ويضاف إليهما المعنيان الآخران وهما المقيس عليه في باب القياس والقاعدة المستمرة كما في قواعد الاستصحاب. هذا في الكلمة الأولى، في المفردة الأولى وهي مفردة أصل، أصول الفقه. المفردة الثانية كلمة فقه يحتاج كذلك إلى معرفتها في اللغة، معناها في اللغة ومعناها في الاصطلاح. يقول الشيخ وأما الفقه فهو في اللغة الفهم، فهو في اللغة الفهم، وهو كالفهم وزنا ومعنى، إلا في المصدر تقول فقه وفهم، والفعل منه فقه وفهم، وقد يقال فيهما فقه وفهما إذا أريد الدلالة على السجية، وتقول فقه وفهما إذا دل على غلبة وزيادة في الفقه وفي الفهم. شاع وكثر عند المتأخرين تعريف الفقه أو القول بأن الفقه بمعنى الفهم، بأن الفقه بمعنى الفهم في اللغة، لكن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن استعمال العربي لكلمة الفقه تدل على أن بينهما فرقا، وأن الفقه يدل على معنى زائد، على معنى زائد على معنى الفهم. فإن قولك فهمت الكلام، فهمت الكلام أي هذا كلام له معنى، فهمت هذا المعنى، فهمت هذا المعنى، المعنى الذي يدل عليه اللفظ. أما إذا قلت فقهت فقد تقول فقهت كلامك وقد تقول فقهت مرادك. فيتعلق الفقه ليس بمجرد المعنى الذي يدل عليه اللفظ بالوضع، وإنما يقصد بالفقه أي أمر زائد وهو إدراك القصد نفسه، ما يقصده المتكلم. يعني وإن استعمل لفظا مثلا هذا اللفظ له معنى وضع للدلالة عليه، لكن يقصد معنى آخر، أشار إليه بإشارة، أشار إليه بقرينة، هنا يعبر بالفقه ولا يعبر بالفهم. فهمت كلامك أي فهمت المعنى الذي يدل عليه اللفظ بالوضع، فقهت فقهت مرادك، فهمت فقهت وصلت إلى المعنى الذي تقصده، وإن كنت إنما أشرت إليه بإشارة في كلامك ولم تريد كلاما يدل عليه بالوضع. يقول ابن القيم رحمه الله قال الفقه أخص من الفهم، الفقه أخص من الفهم، فهو فهم مراد المتكلم من كلامه، فهو فهم مراد المتكلم من كلامه، وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة، وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة. فالفهم يتعلق بالمعنى الموضوع له اللفظ، الفقه يتعلق بأمر زائد على مجرد المعنى وهو ما يقصده المتكلم، ما أراده المتكلم من لفظه. قال الفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح قال هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها. تعريف الشيخ رحمه الله تعالى فيه شيء من الطول،
وسيشرحه وسيبين المخرجات بكل مفردة من هذه المفردات التي تضمنها التعريف. التعريف المشهور للفقه الذي عليه عامة المتأخرين يذكره عامة المتأخرين هو قولهم فيه في الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، ذلك العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية هو بمعناه، لكن العبارة فيها طول. قال العلم بالأحكام الشرعية، العلم سيبين الشيخ رحمه الله تعالى ما يدخل فيه، لكن القصد أن الفقه هو الإدراك، إدراك هذه الأحكام. لك أن تعرف الفقه بالعلم بالأحكام الشرعية، ولك أن تعرفه بنفس الأحكام، تقول الفقه هو الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. لكن الفقه فيه معنى الفهم كما سبق في اللغة، فيه معنى الفهم أي أنه يرتبط بالناظر، يرتبط بالمتأمل، بالمجتهد، بالفقيه أكثر من ارتباطه بالمسائل، فلذلك تعريفه بما يشير لهذا المعنى أولى. نقول في تعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية أولى من قولنا الفقه هو الأحكام الشرعية، وسيأتي خلاف هذا عكسه في تعريف أصول الفقه. قال وهو في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بالأحكام الشرعية، يخرج الأحكام من غير الشرعية كاللغوية والعقلية وغيرها. الفرعية يخرج الأحكام الشرعية العقدية بأدلتها على التفصيل، أن يعرف الأحكام الشرعية العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها بدليلها، فيخرج ما لو عرف الأحكام الشرعية لكن بدون دليل بأدلتها على التفصيل، وأن يعرف الأحكام الشرعية مفصلة. الدليل ينقسم إلى قسمين، دليل إجمالي ودليل تفصيلي. والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، إلى حكم شرعي إجمالي وحكم شرعي تفصيلي. دائما الإجمالي هو الذي لا يعين جزئية تفصيلية، لا يعين حكما خاصا تفصيليا جزئيا، وإنما يعطي أحكام عامة. الدليل هو الذي لا يعين مدلولا خاصا، لا يعين حكما جزئيا خاصا. الدليل الشرعي التفصيلي كقولك قال الله تعالى كذا، هذا يعطينا مدلولا خاصا جزئيا خاصا حكما خاصا، بخلاف قولك مثلا في الدليل الإجمالي القرآن حجة، هذا ما يعطينا حكما جزئيا تفصيليا، لكن يعطينا أصلا كليا، وهو أن القرآن دائما يحتج به إذا أقيم هذا الدليل على أي حكم فهو دليل معتبر فهو حجة. الحكم الشرعي الإجمالي كقولك الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، إلى أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية، التكليفية الوجوب والندب والتحريم والإباحة والكراهة، هذا ما فيه تعيين حكم شرعي تفصيلي، بخلاف قولك صلاة الظهر واجبة، صلاة الظهر واجبة هذا حكم شرعي تفصيلي جزئي تفصيلي، لأنه يتعلق بمحل خاص، يتعلق بمحل خاص لهو صلاة الظهر، فهذا يختلف باختلاف الموضوع. قال الشيخ مفصلا أو شارحا هذا التعريف، قال فقولنا العلم نريد به ما يشمل القطع والظن، العلم بالأحكام الشرعية فرعية، العلم بالأحكام الشرعية أبر بالعلم، مع أن العلم في الأصل هو القطع هو اليقين، لكن هل الفقه كله يقينيات؟ هل الفقه كله قطعيات؟ يحتاج إلى تأويل عبارته. فقال العلم نريد به، يبين أنه ليس المراد المعنى الظاهر لكلمة العلم، كلمة العلم ترادف اليقين، معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، يعني اليقين في الإدراك على مراتب الإدراك العلم. قال فقولنا العلم نريد به ما يشمل القطع والظن، نقصد بكلمة العلم في تعريف الفقه ما يشمل القطع اليقين، أي المسائل القطعية المتيقنة من مسائل الفقه داخلة في الفقه، وكذلك المسائل المظنونة. مسائل الفقه كثير فيها الظن، لا يقال كما يطلق بعض الأصوليين بأن أغلب مسائل الفقه ظنية، وقد ناقش شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه المسألة وأطلق العكس، أطلق العكس ضد، قال أكثر مسائل الفقه قطعية، إذا رعيت الدلالة المختلفة الأدلة المختلفة، إذا رعيت التواتر، إذا رعيت العمل المستمر، إذا رعيت المسائل المتفق عليها المسكوت عنها التي لا تذكر في الكتب الفقهية لعدم وجود الخلاف فيها، لكن إذا قولنا بين المسائل المتفق عليها القطعية التي دلت عليها أدلة قطعية كثيرة جدا،
الفقهاء لا ينصون على كل المسائل القطعية لبداهيتها لعدم وجود الخلاف فيها. الشاهد أن إطلاق القول بأن أكثر مسائل الفقه ظنية محل نزاع وتردد إطلاق يناقش. قال العلم نريد به ما يشمل القطع والظن، فمسائل الفقه منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، فاحتاج إلى تأويل العبارة أن يقول قولي العلم بالأحكام الشرعية أقصد به المعنيين معا هو العلم والقطع. واستعمال العلم في الظن لا بأس به، وقد جاء عن طرفة بن العبد قوله وأعلم علما ليس بالظن، وأعلم علما ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليله فهو ذليله، وأعلم علما ليس بالظن. فلما احترز في إطلاقه كلمة العلم عن الظن عن قصد العلم دل على أن إطلاق العلم قد يراد به الظن، لو لم يكن مستعملا في هذا المعنى محتاج إلى الاحتراز عنه. قال فقولنا العلم نريد به ما يشمل القطع والظن، لأن الفقه منه مقطوع به ومظنون، فالعلم هنا الظن وما في معناه، الظن وما في معناه أي المسائل القطعية والمسائل الظنية معا. العلم تعريف الفقه، قال العلم بالأحكام الشرعية، بالأحكام يقول تحرز من العلم بالذوات، العلم بالذوات والعلم بالصفات هذا ما يدخل في الفقه، العلم بأحوال الناس مثلا من حيث صفاتهم من حيث ذواتهم هذا ما يتعلق بالفقه، بل أحيانا قد يتعلق الخطاب الشرعي بفعل المكلف ومع ذلك لا يكون فقها، كقوله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، الآية خطاب شرعي فيه ذكر فعل المكلف والله خلقكم وما تعملون، لكن لا تدخل في الجانب الفقهي لأنه ما فيها طلب، ما فيها أمر ولا نهي، والأحكام الشرعية العملية الأحكام التكليفية لا بد أن يكون فيها إنشاء، أن يكون فيها خطاب أمر أو نهي أو إباحة. قال وقولنا بالأحكام تحرزا من العلم بالذوات ومن العلم بالصفات، ومن العلم بالصفات كذلك. قال وقولنا بالأحكام تحرزا من العلم بالذوات، وقولنا الشرعية العلم بالأحكام الشرعية تحرزا من العقلية وغيرها. الفقه هو العلم بالأحكام أي بالنسب التامة، كقولك صلاة الظهر صلاة الضحى صيام رمضان كذا وتحكم عليه بحكم، هذه الأحكام الجزئية التفصيلية قال بأدلتها على التفصيل في الأحكام، على التفصيل في الأحكام لابد أن يكون ذلك الحكم تفصيليا، تقول هذه الصلاة واجبة هذه مندوبة هذه مباحة هذا الوقت تباح فيه الصلاة هذا الوقت تجب فيه الصلاة، وكذا في الصيام والمعاملة تقول هذا البيع محرم هذا بيع حلال، هذه النسب التامة هي الأحكام، وهذه النسبة مستفادة من الشرع، هذا معنى كون الحكم شرعيا أي هذا الحكم مستفاد من الشرع، تقول صلاة الظهر واجبة من أين استفدت هذه النسبة لو حكمك على صلاة الظهر بالوجوب استفدتها من الشرع، هذا معنى كون الحكم شرعيا أي أن النسبة التامة مصدرها الشرع. قال وقولنا الشرعية تحرز من العقلية وغيرها، فكل حكم نسب إلى غير الشرع كان يكون حكما عقليا الواحد نصف الاثنين، كان يكون الحكم حسيا تقول الشمس حارة، كان يكون الحكم عاديا تقول هذا الدواء مفيد لهذا الداء مثلا، الأحكام كيفما كانت إذا كانت مستفادة من غير الشرع فليست أحكام شرعية فلا تدخل في الفقه، الفقه إنما هو الأحكام الشرعية العلم بهذه الأحكام. قال وقولنا الشرعية تحرز من العقلية وغيرها، وقولنا الفرعية تحرز من أصول الدين، لأن الدين أصول وفروع على التقسيم الشائع بين عند المتكلمين، وفي هذا نقاش، وأن إطلاق الأصول على أصول الدين، إطلاق الأصول على العقائد وفروع الدين على المسائل العملية هذا غير مسلم بهذا الإطلاق البتة، لأنه يقتضي أن تكون الصلاة مثلا من فروع الدين، ولا شك أن فروع الدين أخف من أصول الدين، فتكون الصلاة أخف من مثل مسألة هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه أو لا مثلا، مسألة عقدية فرعية، هذه مسألة عقدية وهي مسألة عقدية فرعية، تدخلها في أصول الدين وتجعلها من أهم المهمات، وستدخل الصلاة بمقتضى هذا التقسيم تدخل الصلاة وهي من أعظم شعائر الدين تدخلها في فروع الدين، هذا ما يستقيم، وإنما أصول الدين المسائل الجلية التي دلت عليها أدلة قطعية في الثبوت وفي الدلالة،
والمسائل وفروع الدين هي المسائل التي يصوغ فيها الاجتهاد. إن صاغ الاجتهاد في النقل في الإثبات كأن يكون الخبر ظنيا مثلا مختلفا في صحته وضعفه أو الدلالة محتملة، فهذا الذي يقال فيه فروع الدين، يدخل في فروع الدين سواء كان من مسائل العقائد أو من مسائل العمل. قال: وقولنا الفرعية تحرزا من أصول الدين. فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، هذا أولى من التعبير بالفرعية، هذا أفضل. التعريف الشائع: معرفة الأحكام الشرعية العملية، العملية أي غير العقدية، لأن العقدية هذا لها اسم خاص اللي هو العقيدة أو التوحيد أو كذا. المراد بالفقه هو المسائل العملية، كان العمل بدنيا أم كان عملا قلبيا كالنيات، أم كان عملا قوليا كالقراءة في الصلاة مثلا ونحو ذلك. قال: وقولنا الفرعية تحرزا من أصول الدين. فأصول الدين، فالعقائد لا تسمى فقها، وعدم إطلاق الفقه على أصول الدين طريقة المتأخرين، وهي الطريقة التي اتفق عليها المتأخرون ولا إشكال فيها، لا مشاحة في مثل هذا. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن المتقدمين لا يفرقون في الفقه بين العقيدة والعمل، الكل يسمونه فقها، الكل عندهم يسمى فقها. حتى قال أحدهم لعله الجوين رحمه الله، قال: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، معرفة النفس ما لها وما عليها، كان هذا المأمور به أو المنهي عنه كان في أصول الدين في العقائد أو في الفروع، كان في الأخلاق والسر، يعني الدين كله يسمى فقها. ومن هذا تسمية أبي حنيفة رحمه الله تعالى لكتابه في العقيدة إن صح عنه الفقه الأكبر، سماه الفقه الأكبر، هذا كتابه في العقيدة سماه الفقه الأكبر. قال: وقولنا، فالشهد أن إطلاق الفقه على ما يقابل العقيدة هذه طريقة المتأخرين لضبط الأقسام، باش يضبطوا الفنون. يقول: عندنا فن يتعلق بالعقائد، هذا له طريقته ومنهجه وكذا، وعندنا فن آخر وهو الفقه وله مسلكه كذلك وقواعده وأصوله إلى آخره. قال الشيخ: وقولنا بأدلتها تحرز من التقليد. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها، أن تعلم هذه الأحكام الشرعية الفرعية، أن تعلم هذه الأحكام الشرعية العملية بالأدلة بالدليل. أما إذا علم المكلف العبد المسلم إذا علم حكما معينا قال: هذا الشيء، هذا الفعل، هذا التصرف حكمه كذا، لكن من غير دليل، من غير استدلال، لا يعرف الدليل، بل يمنع نفسه من الاستدلال أصلا، أو هو عاجز عن الاستدلال، فهذا لا يسمى فقها. هذا الحكم لا يسمى فقها، وصاحبه لا يسمى فقيها، بل ولو دونت هذه المسائل لا تسمى فقها، كما قال الزركشي رحمه الله تعالى وسأقرأ عليكم كلامه. قال: وقولنا بأدلتها تحرز من التقليد. فالفقيه هو الذي يعرف الحكم الشرعي بدليله ويقرنه بدليله، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب، ذلك العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، لا بد أن يكون له دليل يقول هذه المسألة العملية أو هذا الحكم الشرعي الفرعي الجزئي التفصيلي مستفاد من هذا الدليل المعين، فيستدل له بدليل تفصيلي بدليل جزئي، كان يقول: دليل هذا الحكم قوله تعالى كذا، دليل هذا الحكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيعين الدليل التفصيلي. قال: وقولنا بأدلتها تحرزا من التقليد، وهو الاعتقاد بغير دليل، وهو الاعتقاد بغير دليل. التقليد هو أن يعتقد حكم من الأحكام، أن يطلق حكم من الأحكام لكن من غير دليل يستدل به، لا يقيم عليه دليلا، فإنه لا يسمى في الاصطلاح فقها، هذا لا يسمى في اصطلاح الفقهاء فقها، بل الفقيه عند الفقهاء هو المجتهد، هو المجتهد صاحب المراقي لما عرف المجتهد قال: بذل الفقيه الوسع، أي المجتهد، فسمى المجتهد فقيها، فالفقيه عندهم هو المجتهد، أي الذي يستدل للمسائل بأدلتها من الكتاب والسنة وباقي الأدلة. بذل الفقيه الوسع أن يحصل ظن بأن ذاك حتم مثلا، قال: وذاك مع مجتهد رديف فيما له يحقق تكليفه، وذاك أي الفقيه مع مجتهد رديف مترادفان، فالفقيه هو المجتهد. معناه أن من يشغل الناس في هذا الزمان بمنع الاجتهاد ومنع الاستدلال، بل يحرم هذا ويقطع بسد بابه، وأنه لا يجوز لأحد أن يستدل، أنت هنا تدعو الناس إلى قتل الفقه،
تدعو الناس إلى إماتة الفقه، تدعو الناس إلى التقليد المحض. ولا شك أن التقليد في الأصل أمر يدخل في الضرورات، الضرورات تبيح المحظورات، يعني هو خلاف الأصل. الأصل في الأمة أن يكون فيها مجتهدون، الأصل في الأمة أن يكون فيها عارفون عالمون بالأدلة بالقواعد يستنبطون الأحكام عن الأدلة، لا أن يدعى الناس إلى التقليد، لا أن تسد عليهم الأبواب ويقطع طمعهم من الوصول إلى تلك المراتب، إلى مراتب الاجتهاد. حتى زعم بعضهم، يعني حتى أطلق بعض المتعصبة القول بأن الاجتهاد قد انسد بوفاة الأربعة. ولا شك أن هذا غلو مذموم. تقول باب الاجتهاد انسد بوفاة الأئمة الأربعة، أصحاب المذاهب الأربعة، يعني ما بقي فيه طمع ولا 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 إمكان وجود مجتهد بعد ذلك. قالوا: وقولنا بأدلتها تحرز من التقليد وهو الاعتقاد بغير دليل، فإنه لا يسمى في الاصطلاح فقه. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط: قال: حقيقة الفقه عندي الاستنباط، بل أجمل الفقه كله في الاستنباط. يعني إذا لم يكن قادرا على استنباط الحكم من الدليل ففعله لا يسمى فقها والشخص لا يسمى فقيها. ثم قال: علم من تعريفهم الفقه باستنباط الأحكام أن المسائل المدونة في كتب الفقه ليست بفقه اصطلاحا. يقول الزركشي رحمه الله: المسائل الفقهية المدونة في كتب الفقه، يعني إذا كانت مجردة من 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 الأدلة، ما معها أدلتها، قال ليست بفقه اصطلاحا، وأن حافظها ليس بفقيه، وإنما هي نتائج الفقه والعارف بها فروعي، يقال في صاحبها فروعي، له عناية بالفروع، له عناية بنتاج عمل الفقهاء القدماء، نتاج المجتهدين، لكن لا يسمى فقيها. ومن كان مقلدا لا ينبغي أن يعيب غيره، وهذا الذي الأمر المشكل في هذا الزمن، هو أن الذي يدعو الناس إلى التقليد هو أصلا يحكم على نفسه بالتقليد. من كان مقلدا حكمه ألا يستدل وألا يعترض، ألا يجادل، ألا ينتقد، ألا يعيب، لأنه مقلد، والمقلد لا حكم له، وإنما يأخذ كلام الغير بدون دليل. قال: وقولنا على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها تحرز من أصول الفقه. تحرز من أصول الفقه، فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية، وهو مكتسب من الأدلة التفصيلية، معناه كل شيء عند الفقيه جزئي تفصيلي، إذا استدل يستدل بدليل تفصيلي، لا يستدل بالقواعد العامة، ما يستدلش بالقواعد العامة ولا غرض له فيها، نعم يستعيرها من الأصول ليطبقها على الآية التفصيلية، على الدليل التفصيلي، ليستخرج الحكم، ليستنبط الحكم، لكن هو لا غرض له في إثبات القواعد الأصولية، وإنما يستعيرها غير كجبدة. الأمر يفيد الوجوب عند الفقيه، تستعار القاعدة، كي يقول: أنا دليلي قوله تعالى أقيموا الصلاة، لكن كي أستنبط الحكم من هذا الدليل المعين التفصيلي أحتاج إلى وسيلة، أحتاج إلى أداة الاستنباط. من عنده أداة الاستنباط؟ هو الأصولي، يقول لي الفقيه: أعرني هذه القاعدة لأستنبط بها الحكم من الدليل. الأصولي في المقابل لا غرض له في الأحكام الجزئية التفصيلية، غرضه في وضع القواعد، غير كي يحط قواعد يبني الأسس والأصول والقواعد. فترى المهام يكمل بعضها بعضا، الأصولي يضع الأصول، يضع القواعد، الفقيه يأخذ هذه القواعد مجردة، لا ينظر فيها ولا يجتهد ولا يؤصل ولا يقاعد، يأخذها من الأصول ليضعها في الدليل الجزئي التفصيلي ليستخرج منه حكما جزئيا تفصيليا. قال: وقولنا على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها، الفقيه يعنى بالدليل التفصيلي وبالحكم التفصيلي، والأصولي في المقابل يعنى بالدليل الإجمالي والحكم الإجمالي. قال: تحرز من أصول الفقه، فإن الفقيه يعرف آحاد مسائل الأحكام، فبحثه في الجزئيات التفصيلية، في أحكام الصلاة، في أحكام الزكاة، في أحكام الحج، ولا غرض له في الأحكام العامة، يقول الوجوب ينقسم إلى كذا، أو الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة، أو الأحكام الوضعية فيها كذا وكذا، ولا غرض له في وضع هذه التقاسيم. قال: فإن الفقيه يعرف آحاد أي أفراد مسائل الأحكام، ويستدل بآحاد الأدلة، بأفراد الأدلة، أي بالدليل الجزئي التفصيلي. والأصولي إنما يعرف أو يعرف أنواع الأحكام،
عنايته يعنى هو ويهتم غرضه الأحكام العامة الأحكام الإجمالية. كان يقول الحكم تكليفي وضعي وهذا ينقسم إلى كذا وهذا ينقسم إلى كذا ويذكر التعريفات والتقسيمات والأحكام. قال والأصولي إنما يعرف أنواع الأحكام ويستدل عليها بآحاد الأدلة على الجملة ويستدل عليها بآحاد الأدلة بأفراد الأدلة لكن على الجملة على الجملة بأن يقول القرآن حجة فالقرآن حجة تبنى عليه الأحكام، السنة حجة خبر الواحد حجة فتبنى عليه الأحكام، الإجماع حجة إذن تثبت به الأحكام، الاستصحاب حجة إذن تعرف به الأحكام. فيبني الأحكام الأصولي الأحكام المجملة الإجمالية يبنيها على الأدلة الإجمالية لكن لا يفصل ما كيعطيش واحد الحكم جزئي تفصيلي. قال إنما يعرف أنواع الأحكام ويستدل عليها بآحاد الأدلة على الجملة من غير تعيين آحادها، من غير أن يعين آحاد الأدلة ومن غير أن يعين آحاد الأحكام. قال وتحرزنا أيضا بقولنا على التفصيل في الأدلة من استدلال المقلد على الجملة من استدلال المقلد على الجملة، فإنه يستدل بأصل إمامه على صحة قوله. لو استدل المقلد هل كونه مستدلا لأنه فهم هذا الدليل فأخذه مجردا ونظر فيه وتأمل واستنبط؟ وإن استدل المقلد فاستدلاله لا يخرجه عن التقليد لأن استدلاله داخل في الدليل الجملي، رأى إمامه يستدل بهذه الآية فاستدل بها معناه إنما أعاد ما قاله شيخه في الحكم، هذا تقليد في الحكم الجزئي، وأعاد ما قاله شيخه في الدليل المستدل به، معناه أنه استدل بدليل في الجملة ما استدل بدليل جزئي تفصيلي. يقول الشيخ وأما أصول الفقه، أنا ذكر الشيخ رحمة الله وأطال في حل هذا التعريف للفقه وإن كان ليس غرضا هنا، لكن لكون الفقيه يرتبط بالأصولي فإن الفقه أثر وثمرة لأصول الفقه، أطال فيه الشيخ رحمه الله تعالى كي لا يقع تداخل بين مهام الفقيه ومهام الأصولي، فالأصولي غرضه وعنايته ونظره في المسائل المجملة في الأدلة الإجمالية في الأحكام الشرعية الإجمالية ولا غرض له بالجزئية التفصيلية، بل ذكر الأمثلة أصلا ذكر الأمثلة آية حديث في الكتب الأصولية هذا ليس غرضا، يذكرون المثال لمجرد التوضيح ولو كان هذا المثال غير صحيح، ولهذا لا يعاب على الأصولي إذا أورد مثالا لا يصح ما يصح. دائما كان قالوا مثلا في القياس قياس النبيذ على الخمر والعلة الإسكار والحكم التحريم والمثال لا يصح، لأن الفرع إذا 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 دل على الحكم المقيس عليه دليل عام يدخل فيه الفرع ما يصح القياس، لأن الفرع دل عليه الدليل بالعموم فلا يحتاج هنا إلى علة ليقاس فرعنا على أصل، لكن لا إشكال. ولهذا صاحب المراقي لما أكمل هذا الباب مبحث القياس وأورد فيه أمثلة قد يكون لها أصل وقد لا تكون معتبرة قد تكون خلاف المذهب، فالأخر قال والشأن أي شأن العلماء وطلبة العلم، قال والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، الشأن يعني شأن العلماء لا يعترض على المثال، المثال المراد به التقريب التوضيح، إذ قد كفى الفرض والاحتمال لأنه يكفي في المثال مجرد الافتراض، يكون المثال مفترض يكون محتمل يكون ممكن لأن الغرض هو التوضيح فقط. بعد أن عرف أصول الفقه باعتبار مفردين، عرف أصول لغة واصطلاحا، عرف الفقه لغة واصطلاحا، الآن سينتقل إلى المقصود بالذات، هذا هو المقصود بالذات اللي هو أصول الفقه كلقب وعالم على هذا الفن، لأنه هو الذي يقصد إذا استعمل هذا المصطلح. إذا قيل أصول الفقه ما بقيناش كان راعي أصول جمع أصلين والأصل معناه كذا وكذا، لا ترعى هذه المعاني الجزئية لهذا المركب الإضافي، وإنما المراعى والمقصود هو هذا المعنى الذي سيذكره هنا. فما أصول الفقه اصطلاحا؟ أصول الفقه كعلم من العلوم، تقول علم الحديث علم الفقه علم أصول الفقه، ما هو علم أصول الفقه؟ قال وأما أصول الفقه أي كلقب وعالم على الفن فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة وبأدواتها والاجتهاد فيها وما يتعلق به. أيضا الشيخ هنا رحمه الله تعالى اختار له تعريفا، وترى
بأن ابن جزي رحمه الله تعالى كأنه يكتب بعقلية مستقلة، هذا في الجملة، وإلا فهو معتمد بكثرة على بعض الكتب الأصولية كتنقيح القرافي مثلا. في كثير من الباحث سترى بأنه ينقل كلام القرافي قريب من لفظه، كأنه ينقل لفظه لكن مع تغيير في العبارة. لكن الظاهر هنا أنه رحمه الله تعالى اختار له تعريفات، تعريفا للفقه وكذلك التعريف الذي أورده هنا لأصول الفقه. قالوا أما أصول الفقه فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، لكن الذي ينتقد على الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى أنه ذكر المحترزات والمخرجات وشرح تعريف الفقه وترك شرح تعريف أصول الفقه. هو المقصود بالذات، هو الذي ينبغي أن يشرح، هو المقصود كلنا فيه هذا المحترزات ويبين لنا المفردات ديال التعريف. عموما قال الشيخ رحمه الله تعالى وأما أصول الفقه فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية. العلم اختلفوا في تعريف أصول الفقه، هل يعرف بالعلم أم يعرف بنفس المسائل؟ هو عموما أسماء العلوم تطلق مرادا بها نفس المسائل. إذا قيل أصول الفقه قد يطلق مرادا به نفس المسائل، نفس مسائل أصول الفقه، ويطلق هذا الاسم ويراد به إدراك هذه المسائل، مسائل إدراكها والملكة. يطلق اسم الفن مرادا به إدراك، يراد به إدراك هذه المسائل، اللي هو العلم، التعبير بالعلم والتعبير بالمعرفة. وقد يطلق كذلك مرادا به الملكة، هذا يكون في حال الوصف به، إذا وصف عالم باسم هذا الفن. إذا قيل فلان أصولي، فلان أصولي، هل معناه أنه جمع كل مسائل أصول الفقه؟ كل مسألة ذكرت في أصول الفقه هو يعرفها ويستحضرها ويستدل لها، يعني عنده أصول الفقه بمسائله بتمامها وكمالها، ما يلزم، وإنما القصد عنده ملكة الأصول. فإذا قيل فقيه مثلا، علم الفقه إذا وصف به فقيل هذا فلان، هذا الإمام فقيه، هل معناه أنه محيط بالفقه كله يعرف كل مسائل الفقه؟ لا أبدا. أعلم العلماء، يعني كبار العلماء لأئمة المذاهب، كلهم ورد عنهم في قولهم في بعض المسائل، لا أدري. فالكل يقول صاحب المراقي، فالكل من أهل المناحي الأربعة، أهل المذاهب الأربعة، يقول لا أدري، فكن متبعه يقول لا أدري، معناه أنه خفيت عليه بعض مسائل الفقه. فكون بعض المسائل تخفى، كونه يجهل بعض المسائل، كونه تلتبس عليه بعض المسائل، ينسى بعض المسائل، يتوقف في بعض المسائل، هذا ليس عيبا في الفقه، لأن القصد بكونه فقيها أنه صاحب ملكة فقهية، عنده ملكة فقهية، أي أنه قادر على الاجتهاد، قادر على الاستنباط، وإن لم يكن مستحضرا للحكم الآن، لكنه قادر على البحث، والنظر والاستنباط وجمع الأدلة والتأمل فيها للوصول إلى هذا الحكم. فلذلك أسماء الفنون كأصول الفقه مثلا تطلق مرادا بها نفس المسائل، فيقال في تعريفه حينئذ أصول الفقه الأدلة الإجمالية، كما في تعريف البيضاوي وعليه عامة المتأخرين الأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا هو التعريف المعروف لأصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية، فتعرف أصول الفقه بنفس المسائل، هي الأدلة الإجمالية، ولك أن تعرفه بالعلم اللي هو إدراك المسائل. تقول أصول الفقه معرفة أدلة الفقه الإجمالية، معرفة أو العلم بأدلة الفقه الإجمالية. أما الملكة فإنما تقصد إذا كان وصفا، إذا كان هذا العلم وصفا لعالم من العلماء. قالوا أما أصول الفقه فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة وبأدواتها. العلم الأولى هو التعبير بالمعرفة كما سبق، أو يقال للاحتمال الذي سبق، أو يقال بنفس التوجيه السابق، العلم هنا مراد به ما يشمل قطع والظن، لأن مسائل أصول الفقه منها مسائل قطعية وهي كثيرة، لكن فيه أيضا مسائل ظنية، المسائل الخلافية في أصول الفقه كثيرة كثيرة. ولهذا عبارة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن أصول الفقه قطعية تحتاج لشيء من النظر، شيء من التحرير. فالشاطبي رحمه الله تعالى لا يقصد المسائل الأصولية، لأن بعض المعاصرين
ينزل كلامه على المسائل الأصولية ويقول لك القواعد الأصولية المبحوثة في كتب أصول الفقه قطعية، ولا شك أنه لا يقصد هذا المعنى، لا يقصد هذا المعنى، لأنه لا يخفى عن الشاطبي رحمه الله أن هذه المسائل فيها خلاف. الأمر هل يفيد الوجوب؟ أقوال. هل الأمر يفيد الفور أو التكرار؟ أقوال. هل إنه يقصد الفساد؟ أقوال. هو لا يجهل مثل هذا، وكيف تكون قطعية وفيها خلاف؟ وإنما يقصد أصول الدين، أصول الدين الكبرى، أصول الفقه التي ترجع إلى المقاصد الكبرى. إذا مقاصد الكبرى من ضروريات وحاجيات وتحسينيات، هذه المراتب في الأصول الكبرى للدين هذه لا بد أن تكون قطعية. قال وأما أصول الفقه فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية. الإمام السبكي رحمه الله تعالى يرجح هنا أن يعرف بنفس المسائل، كي يقول أصول الفقه هو نفس الأدلة. ولذلك قال في تعريفه في جمع الجوامع، قال أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، وقيل معرفتها، لكنه اختار كما بينا في معنى الموانع، اختار أن يعرف بنفس المسائل لأنه أقرب إلى المعنى اللغوي. حيث إذا قلت أصول الفقه أي القواعد التي يبنى عليها الفقه، فإذا عرفته ينبغي أن يكون تعريفه أقرب إلى المعنى اللغوي، اللي هو نفس المسائل، ماشي بحال الفقه. الفقه الأولى أن يعرف بالمعرفة وبالعلم، لأن الفقه يتعلق بالإدراك، فيه معنى الإدراك الفهم، الفهم والفقه إدراك. فإذا عرف الأولى أن يعرف بلفظة فيها معنى الإدراك كذلك، يعني علاقة بين المدرك والمعنى المدرك، فيعرف بالعلم أو بالمعرفة، هذا في الفقه أولى. وتعريف الأصول بنفس المسائل أولى، بهذا يكون التعريف أقرب إلى المعنى اللغوي، لكن لا إشكال عموما. قيل في التعريف هو نفس الأدلة الإجمالية، أو قيل فيه معرفة الأدلة الإجمالية، لا إشكال. قال وأما أصول الفقه فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، أي المتعلقة بأفعال المكلفين. العلم بالأحكام الشرعية يخرج العلم بالذوات والصفات كما سبق، والمراد بالأحكام النسب التامة كذلك، وهي أحكام شرعية كانت تكليفية أو كانت وضعية، لكن يبحثها الأصولي من هذه الناحية الإجمالية. الأحكام الشرعية تكليفية وضعية، ولذلك قال العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة، على الجملة أي على سبيل الإجمال للتفصيل. الذي يبحث ويعرف الأحكام الشرعية التفصيلية الفرعية التفصيلية هو الفقيه كما سبق. الأصولي يعرف الأحكام الشرعية الفرعية، لكن يعرفها على سبيل الإجمال، هو أقسام الأحكام، أنواع الأحكام، تعريفات الأحكام، أحكام هذه الأحكام الشرعية، لكن لا ينظر في جزئياتها، لا يأتي بموضوع جزئي مفرد. قال وأما أصول الفقه فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة وبأدواتها. والعلم بأدواتها أو بأدواتها معطوف على بالأحكام، العلم بالأحكام الشرعية والعلم بأدواتها أي بأدوات هذه الأحكام. وما هي أدوات الأحكام؟ هي قواعد الاستنباط، هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الحكم الشرعي من الدليل، من الكتاب أو السنة. هذه القواعد المسمى بقواعد الاستنباط أو بدلالات الألفاظ، أصول الاستنباط، أصول إخراج المعاني من الألفاظ، هذه القواعد هي أهم ما يبحث في أصول الفقه. أهم مسائل أصول الفقه هي مسائل قواعد الاستنباط، لأنها هي التي عليها مدار الاستنباط، من اللي قال الزركشي في كلامه السابق وحقيقة الفقه عندي الاستنباط، قال حقيقة الفقه عندي الاستنباط. إذا كان كذلك هذا الفقه متوقف على الأصول، معناه أنه متوقف على قواعد الاستنباط. فأهم شيء في أصول الفقه كما سيأتي في مسائل، في مسائل أصول الفقه، أهم مبحث في أصول الفقه هو مبحث قواعد الاستنباط أو دلالة الألفاظ. فالعلم بأدواتها داخل كذلك في تعريف هذا الفن، في تعريف أصول الفقه. أصول الفقه العلم بالأحكام الشرعية والعلم بأدوات الأحكام الشرعية، أي بالقواعد التي تستنبط بها الأحكام الشرعية من الأدلة. قالوا بأدواتها أي بأدوات الأحكام والاجتهاد فيها، وما يتعلق بالاجتهاد في الأحكام اللي هي أحكام الاجتهاد والتقليد، هذا مبحث كذلك يدرس في أصول الفقه وسيأتي في الأخير، وما يتعلق به وما يتعلق بالاجتهاد، ويقصد بذلك المرجحات، باب الترجيح، باب الترجيح، التعارض والتراجيح، هذا يذكرونه في باب الاجتهاد والتقليد، وإن كان الأولى به أن يذكر في قواعد الاستنباط كذلك.
لأنه من الطرق التي تعرف بها الأحكام وتستنبط بها الأحكام وتبنى بها الأحكام هي قواعد الترجيح، خصوصا إذا كانت المرجحات متعلقة بالدلالة. مثلا إذا كانت متعلقة بالدلالة ترجح دلالة على دلالة، هذه وسيلة لاستنباط الحكم من النص، وسيلة لفهم النص. وهذا الذي فعله هذا إدخال المرجحات في باب قواعد الاستنباط لا في باب الاجتهاد، هذا الذي فعله الشيخ العربي اللوه رحمه الله تعالى صاحب كتاب أصول الفقه، هذا شيخ شمالي وكان في الزمان ديال الاستعمار. الشيخ العربي اللوه له كتاب في أصول الفقه من أجود ما كتب مؤخرا، يعني عند متأخرين من كان قريبا من زماننا، يعني من هذا السنوات الأخيرة رحمه الله. وكتابه كأنه جمع الجوامع مرتب ترتيبا أكاديميا، كأنه جمع الجوامع اللي هو الكتاب القديم، كأنه صنفه تصنيفا أكاديميا مرتبا ومقسما في المسائل وأعاد ترتيبه وصياغته. قالوا بأدواتها والاجتهاد فيها وما يتعلق به، وما يتعلق بالاجتهاد وهو المرجحات. التعريف ترى بأنه فيه طول، أيضا فيه مثل هذا الإحالة على أمر مبهم وما يتعلق به، والحد ينبغي أن يكون ضابطا، يكون ضابط للمعنى. ولهذا التعريف المعروف الذي لعل أول من ذكره هو الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى وشاع عند من جاء بعده، وهو أن يقال في تعريف أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا أولى. هذا التعريف وإن كان مشهورا معروفا إلا أن السبكي رحمه الله تعالى هو رأي، هو الأصل في التعريف أن يراعى فيه أحد شيئين، وهذا محل الخلاف بين السبكي والجمهور ومن يخالفه. عندما نقول أصول الفقه صار لقبا وعلما على هذا الفن، لكن بعد أن صار لقبا وعلما على هذا الفن، هل تنسيت فيه العلاقة التركيبية، ذيك المعنى التركيبي، ذيك العلاقة بين المضاف والمضاف إليه؟ هل تنسيت تلك العلاقة؟ هل نسي هذا المعنى التركيبي؟ أم أنه ما زال حاضرا؟ عند السبكي رحمه الله تعالى كيقول لك ما زال هذا المعنى حاضرا، هو ما يقوله بلسانه لكن تقريراته تدل على ذلك، ويدل عليه شرح المحلي رحمه الله تعالى لما قال لما عرف أصول الفقه. هذا السبكي قال أدلة الفقه إجمالية، أصول الفقه دلائله الإجمالية فقط، واقتصر على هذا. قالت ما واحد العبارة الإمام المحلي رحمه الله تعالى قال هذا التركيب تعريف لهذا المركب المشعر بمدح أصول الفقه بابتناء الفقه عليه. إذا قلت هذا التركيب يشعر بمدح أصول الفقه لابتناء الفقه عليه، معناه أنك سميت هذا العلم سميته أصول الفقه، وما زلت تلتفت وتلاحظ ذكر المعنى التركيبي أنها أصول بني عليها الفقه. هي قضية المشكلة. الأعلام كلها الأعلام بعد أن صارت علما كيقولوا مدلولها الذات، لكن وش يتناسى فيها المعنى التركيبي بإطلاق؟ هذا ما يمكن أن يجزم بأحد الأمرين، كلاهما يمكن أن يلاحظ، يمكن أن يعتبر منهم أو من الناس من سيلاحظ المعنى العالمية واللقبية فيقول هذا لقب قصد به الذات، أنا لا ألتفت لمعنى تركيبي، لمعنى إضافي. لكن من الناس من سيقول لا بد من ملاحظته، وإن كنت لا تقصد هذا المعنى التركيبي بالذات عند التكلم بهذا الكلام المركب، بهذا المركب الإضافي، إلا أنه لا بد من ملاحظته. يعني نشوف مثلا في واقعنا، الأب يسمي ولده عبد الله، يسمي ولده عبد الله، عبد الله كثير في الناس، كونه لقبا، كونه علما، كونه علما شخصيا على هذه الذات، على هذا الشخص، معناه أن مدلوله ذات. من قال يا عبد الله ناداه؟ هل يلاحظ المعنى التركيبي؟ وش كي يلاحظ ذكر المعنى التركيبي؟ ما بقاش ملاحظ، الملاحظ هو الذات، هذا هو المستعمل، هذا هو الموجود ياك. لكن في أصل الوضع من اللي غادي يسمي ولده عبد الله، ألا يلاحظ هذا المعنى التركيبي؟ لا بد من ملاحظته، وإلا لو كان هذا المعنى التركيبي ولا يلاحظ
معنى التضيف غادي يسميه عبد الله ولا يسميه عبد الجدار، تولي بحال بحال. لو كان هذا اللفظ المركب لا دلالة فيه ولا تلاحظ الدلالة التركيبية، وإنما الملاحظ ذات عالم على ذات، غيولي بحال بحال سميته عبد الله وسميته بعبد كذا. لكن لا، يعني عندما يختار الناس هذه الأسماء أسماء الله عز وجل ويضيفون إليها لفظ هذا الوصف اللي هو عبد، يعني يتفائلون، يلاحظ ذلك المعنى ابتداء. يعني راه ما غاديش تقول بأن هذا المضاف الذي صار اسما ولقبا الذي سمي به لن يقال بأنه تنوسي فيه المعنى التركيبي بإطلاق، ولن يقال بأنه يلاحظ بإطلاق. غير من يلاحظ هذه الجهة غيقول لك أنا ما زلت ألاحظ المعنى التركيبي، المعنى التضيفي، المعنى الإضافي. والآخر يقول لك لا أنا ما ألاحظه لأن هذا علم ولقب والأعلام والألقاب هذه ترعى فيها الذات، كان رعي فيها الذات، كتقول هذا علم على هذه الذات ليست أوصافا، الأوصاف هي التي ترعى فيها المعاني. فالسبكي رحمه الله تعالى لما راعى هذا، لما لاحظ هذا المعنى التضيفي وأنها أصول تضاف إلى الفقه، أي أصول للفقه، قواعد تؤدي وتوصل أو يبنى عليها الفقه المستنبط، لما راعى هذا المعنى قال بأن أصول الفقه إنما هو الأدلة الإجمالية فقط. قال لك الأدلة الإجمالية اللي هي قواعد الاستنباط والأدلة الإجمالية، الكتاب السنة الإجماع القياس الأدلة والدلالات ودلالات الألفاظ، قال لك هذه هي أصول الفقه. وفين غادي نحط المسائل التي تذكر في أصول الفقه؟ تذكر مسائل أخرى بحال الأحكام الشرعية، تذكر الأحكام الشرعية التكليفية وضعية، قال لك لا هذه ما يبنى عليها الفقه، حيث أنت قلتي في التعريف أصول الفقه أي أصول يبنى عليها الفقه. وهل يبنى الفقه على الأحكام الشرعية تكليفية ووضعية؟ لا، الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية هذه ثمرات، التكليفية هذه ثمرات، ثمرات للنظر الأصولي. عندما ينظر المجتهد في الدليل مستنبطا حكما شرعيا بأداة من أدوات أصول الفقه، حينئذ تأتي هذه الثمرة، بعد هذا تأتي الثمرة لا هي الحكم الشرعي. إذن ليست أصولا للفقه، وإنما هي ثمرات النظر الأصولي، ثمرات إعمال قواعد الأصولية، فهي عين الفقه وليست أصول الفقه. تقول في أصول الفقه يذكر أحكام الاجتهاد والتقليد، هل أحكام الاجتهاد والتقليد أصول يبنى عليها الفقه؟ لا، هذه أوصاف يتصف بها الذي سيستنبط، ذاك الشخص العالم الذي سيستنبط الحكم من الدليل، نراعي فيها أوصافا، كتقول هذا شرطه أن يكون متصفا بصفة كذا وكذا وكذا، لا هي أوصاف المجتهد التي تذكر في ذلك الباب. فالسبكي رحمه الله تعالى لما لاحظ هذا المعنى في هذا المركب الإضافي أصول الفقه، راعى ديك النسبة التي كانت حاصلة، كانت موجودة في أصل التركيب عند وضع هذا التركيب عند أول استعمال له، لما راعى هذا المعنى التركيبي أدخل في أصول الفقه الأدلة الإجمالية فقط. قال أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية أو دلائل الفقه الإجمالية فقط. وفين غندخل الأحكام والمرجحات وأحكام الاجتهاد والتقليد؟ قال هذه تدخل في الأصولي، والأصولي العارف بها وبطرق استنباطها وبأحكام الاجتهاد والتقليد وكذا. الأصولي هو الذي ينظر في هذه الحيثيات، هو الذي يبحث هذه الأمور، لكن أصول الفقه لابد أن يكون خاصا بما يبنى عليه الفقه اللي هو الأدلة الإجمالية فقط. لكن الجمهور الذين يذكرون هذه المسائل في التعريف كيقول لك الأصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وحال المستفيد أدلة الفقه الإجمالية، هذه يتفقون فيها مع السبكي، يتفق فيها الجميع. وكيفية الاستفادة منها اللي هي المرجحات، السبكي لا يدخلها لأنها داخلة في أحكام الاجتهاد والتقليد، وهم يدخلونها لأنها تذكر في كتب الأصول. وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد اللي هو أحكام المجتهد ومن وضده هو المقلد، عند السبكي هذه ما تدخل لأن الفقه لا يبنى عليها، لكن عند الجمهور تدخل لأنها تدرس في أصول الفقه. فالجمهور ينظرون إلى أصول الفقه على أنه لقب لا معنى له تركيبي، ما عندوش معنى تركيبي، تنوسي معنى أصول ومعنى فقه، صار هذا الاسم لقبا وعلما على فن. ما ضابط هذا الفن؟ وما يدرس في الكتب وما يوضع في الكتب هو المسائل المبحوثة في كتب أصول الفقه.
انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من الكلام في هذه المقدمة في هذا العنصر، ونحتاج إن شاء الله تعالى إلى المرور على بقية المبادئ العشرة. المبادئ العشرة التي جمعها الصبان رحمه الله تعالى في قوله في البيتين: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. بقية هذه المبادئ، الآن ذكر الشيخ التعريف الحد، وسبق أن هذه المبادئ العشرة تنقسم إلى قسمين: إلى مبادئ واجبة وجوبا صناعيا، ومبادئ مستحبة استحبابا صناعيا. الواجبة وجوبا صناعيا تدخل فيها في الواجبة ثلاثة، هي الحد والموضوع والثمرة. الحد ذكره، الموضوع: ما موضوع علم أصول الفقه؟ قولان. قيل موضوع أصول الفقه الأدلة والأحكام، والصواب عند المحققين وهو القول الثاني أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة فقط. لكن حتى هذا القول وهو قول الجمهور والقول المعتمد عند المتأخرين يحتاج إلى شيء من التدقيق أكثر. فالدليل له مسمى معروف، إذا قلت موضوع أصول الفقه هو الأدلة، أي القرآن مثلا حجة، تقول موضوع أصول الفقه هو القرآن كدليل، دليل القرآن حجة. أصول الفقه وظيفته أن يبحث في عوارض هذا الدليل، هذا الدليل القرآني هل يخصص، هل ينسخ، هل هو حجة أم ليس بحجة، هل هو متواتر، هل هو قطعي أم ظني، يبحث في عوارضه. لكن ليس دائما موضوع أصول الفقه، لا يكون موضوع أصول الفقه دائما عين الدليل، بل يكون يرد بأمور ثلاثة، يرد بأحوال ثلاثة موضوع أصول الفقه، لكنها متداخلة. هي في الجملة ستقول موضوع أصول الفقه هو الأدلة، لكن في الجملة. لكن أحيانا يكون موضوع أصول الفقه عين الدليل، الدليل كان تقول القرآن حجة والسنة حجة والإجماع حجة، هذا موضوع، لأن الموضوع هو المحكوم عليه، هو المبتدأ في الجملة الإسمية. القرآن حجة خبر، السنة حجة خبر، فالدليل يكون موضوع النعم. لكن أحيانا جزء الدليل هو موضوع أصول الفقه، جزء الدليل، وهذا في مثل قاعدة العام حجة، تقول العموم حجة يحتج به، الإطلاق حجة، التقييد حجة، المقيد يقدم على 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 الإطلاق ويحمل المطلق على المقيد مثلا. هذه القواعد المتعلقة بالدلالات، هذه الموضوع فيها هو جزء الدليل، لأنه جزء من القرآن، في الدليل هو القرآن. لكن إذا بحثت في دلالة من دلالات القرآن، الموضوع هنا هو جزء الدليل مش الدليل. إذا قلت العموم، عموم القرآن حجة، العام في القرآن حجة، وش هذا الموضوع هنا المحكوم عليه؟ هو الدليل كله؟ لا، القرآن فيه عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وإجمال وبيان وتفصيل وكذا، يعني فيه دلالات مختلفة. فالدلالات مثلا، مسائل الدلالات، مباحث الدلالات في أكثرها يروعي فيها كونها جزء الدليل، فهي كذلك موضوع أصول الفقه، من موضوع أصول الفقه. فموضوع أصول الفقه قد يكون الدليل نفسه، وقد يكون جزء الدليل، وقد يكون عارضا ما يقابل الجوهر، عارضا لجزء الدليل. كان تقول مثلا العام المخصوص، ما جعلت الموضوع هنا جزء الدليل اللي هو العام فقط، لا، العام الموصوف بهذه الصفة اللي هي كونه مخصوصا، فالمحكوم عليه هنا هو هذا العرض، عرض جزء الدليل، فكلها تكون موضوعا لأصول الفقه. موضوع كل شيء ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني يؤتى به موضوعا ويؤتى وبعد ذلك بالمحمولات، يؤتى بالأخبار، يخبر عنه بكذا ويخبر عنه بكذا، تقول الأمر يفيد الوجوب، النهي يقتضي التحريم، العام حجة بعد الخصوص، أو الناسخ يقدم على المنسوخ، أو نحو ذلك. دائما المحكوم عليه يسمى موضوعا. شنو هي الموضوعات؟ الموضوع ديال أصول الفقه الذي عليه مدار أصول الفقه هو الأدلة، هو الأدلة، قرآنا، سنة، إجماعا، قياسا، بقية الأدلة، أو جزء الدليل، أو عرض جزء الدليل.
دائما موضوع كل فن هو ما يبحث فيه عن عوارضه، يعني وحد أساس العلم غرضه أن يبحث في أوصاف فيما يعرض لهذا الجزء. تقول مثلا في علم الطب موضوعه البدن، هو البدن شنو كيدير الطبيب؟ يبحث في عوارض هذا البدن، ما هي الأمراض التي تعرض له، ما هي أدوية هذه الأمراض، ما الذي يدفع هذه الأمراض، يعني يدور على شيء واحد. تقول ما موضوع علم النجارة؟ الخشب، ما كيتعلقش لا بالحديد ولا بكذا. موضوع علم النجارة الخشب، ثم هو يبحث فيما يعرض للخشب من أنواع، من 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 ترتيب، من تصنيف، من تقطيع له بصورة معينة، وكيف يركب مثلا بين أنواعه وغير ذلك. الحد هو الموضوع، ثم الثمرة. ثمرة علم أصول الفقه متعددة. سبق في أهمية أصول الفقه أن له فوائد كثيرة، لكن من أهمها، من أهم هذه الثمرات المرجوة من دراسة أصول الفقه، أولا أنه عبادة يتقرب به إلى الله، الأجر والثواب. هذه لا تذكر عادة في ثمرات العلوم، وقد نبه عليها من المعاصرين الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى، وقال هذه مما ينبغي أن يذكر ابتداء دائما في الثمرات. أنت تدرس علم الحديث مثلا، أول شيء ينبغي أن يقصد وأن يرجى منه هو الأجر والثواب، لأنه علم شرعي. تطلب هذا العلم، تطلب ترجو من الله تعالى أن يثيبك، أن يكرمك على اشتغالك بهذه العبادة، العلم عبادة. فمن ثمرات طلب علم أصول الفقه طلب الأجر والثواب، لكن هذا عام، هذه الثمرة عامة في العلوم الشرعية كلها، في العلوم الشرعية المندوب إليها أو المستحبة شرعا والواجبة. لكن الثمرات الخاصة بأصول الفقه منها بلوغ درجة الاجتهاد. لما لا؟ أن يدرس علم أصول الفقه وغرضه ونيته أن يصل إلى هذه الدرجة، إلى درجة الاجتهاد، أن يكون قادرا على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. الله تعالى يكرم عباده بما شاء من النعم ومن الإكرامات، من هذا والكرامات، من هذا أن يصل إلى درجة يكون بها مجتهدا، يقدر بها على الاستنباط، يقدر بها على الاستقلال بالنظر، فيفتي في النوازل ويفتي في المسائل المشكلة. فمن الثمرات الخاصة المتعلقة بأصول الفقه بلوغ درجة الاجتهاد. من الثمرات وهو دون هذه الدرجة أن يصل إلى درجة الترجيح. إن لم يصل إلى درجة الاستقلال بالنظر والاستنباط والفتوى في النوازل، أقله أن يصل إلى درجة ترجيح، يفهم كلام العلماء، يفهم أدلة العلماء في استدلالاتهم، فيقدر بما جمعه وضبطه وعرفه من هذه القواعد يكون قادر على ترجيح قول على قول. إن لم يكن قادر على وصول إلى درجة الاجتهاد والاستقلال بالنظر. القدرة على الترجيح بين الأقوال. الثالث فهم كلام العلماء. لو أنه ما وفق للوصول إلى درجة حتى الترجيح بين أقوال العلماء، أقله أنه يفهم كلام العلماء إذا قرأها في الكتب، كي يعرف أن هذا العالم رأى رأيا بناه على دليل، فلا يسيء الظن بالعلماء ولا تشتبه عليه الأمور ولا تلتبس إذا كثرت الأقوال، لأنه يعلم أن مسألة ظنية فيها أدلة مختلفة، فيها احتمالات، فلذلك وقع فيها خلاف. من الناس من يفتن، من الناس من تدخله شبهات تمرضه إذا قرأ الخلافات الفقهية. من اللي يقرأ خلافات بين الفقهاء يقول لك شهادة الدين هذا هي أدلة محتملة، الله عز وجل وسع فيها النظر، هذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة، أن الدليل إذا كان قطعيا يوقف عنده، إذا كان ظنيا يجتهد العلماء. هذا كل من غلب على ظنه حكم شرعي استفاده من هذا النص، هذا الذي يكلف به عملا ويكلف به فتوى، ما يلزمه غير ذلك. عالم آخر بان له وتوصل إلى حكم شرعي مخالف لحكم الذي توصل إليه الأول، يخاطب بهذا الذي توصل إليه وغلب عليه ظنه في كونه الصواب. الاجتهاد إن قدر عليه أو الترجيح بين أقوال العلماء أو فهم كلام العلماء، إن لم يصل إلى الدرجتين السابقتين
المقصودتين، وهما الأحسن والأولى والأفضل. كذلك من ثمراته الانضباط في الحجاج، الانضباط في الحجاج، القوة في المناظرة، ترتيب المسائل عند إرادها، كيفية معرفة كيفية التعامل مع أقوال الخصوم، ضبط النقاش مع الإنسان كيفما كان، ولو كان ملحدا، ولو كان يكون رافضيا، وإن خالفك في الأصول. أصول الفقه يرتب النظر، يرتب الفكر، يرتب الحجج، يرتب كيفية التعامل، يرتب النقاش، يرتب النقاش. يعني الناظر والمناظر كلاهما الذي يضبط مساره وسلوكه هو أصول الفقه. ماشي المنطق، ماشي المنطق اللي كيقولوا علم لابد منه في أي فن، بين الذي يحتاج إليه في سلوك الناظر لنفسه وسلوك المناظر لغيره هو أصول الفقه، لأنه هو الذي يضبط هذه السلوكيات كلها. الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة، ما نسبة هذا العلم لبقية العلوم؟ ونسبة وفضله والواضع، ما نسبة، ما العلاقة بين هذا العلم، هذا من المبادئ العشرة، ما العلاقة بين هذا الفن وبين بقية العلوم الشرعية؟ يقال هو من العلوم الشرعية، لكن العلاقة الخاصة بينه وبين بقية العلوم التباين، التباين، لأن النسب، النسب العقلية أربعة، إما تماثل أو تباين أو عموم وخصوص بإطلاق أو عموم وخصوص وجهي. العلاقة هنا بين هذا الفن وبين بقية العلوم، لو سألك سائل ما العلاقة بين أصول الفقه وعلوم الحديث؟ التباين، ما فيه تداخل. كون مسائل أصول الحديث، مصطلح الحديث، تذكر في أصول الفقه، هذا ما يدل على أنهما متداخلان، على أن هذا أخص من هذا أو أنهما يشتركان في شيء. هي مسائل حديثية يستعيرها الأصوليون، كما أنك تجد عند المفسرين مسائل أصولية هي غير استعارها، المفسر يأخذ مسائل أصول الفقه يطبقها في كتابه التفسيري، وهذا تجده في العلوم كلها، كل علم يستعير من علم. لكن هذا ما يعني أن هذه العلوم متداخلة بمعنى أن بعضها أخص من بعض. نعم، كل علم يحتاج إلى العلوم الأخرى في تكميل النظر، في تكميل طرق التقرير والبحث والترجيح والاستدلال وغير ذلك. الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة، نسبته لبقية العلوم التباين، وإن كان باعتبار علاقة أخرى لكن ليست من هذه النسب الأربعة، علاقته وطيدة بخصوص الفقه، فهو أصول الفقه. الفقه علاقته بالفقه علاقة أصل بفرع، فالفقه متوقف عليه، ما فيه فقيه بدون أصول الفقه. ولا فائدة لأصول الفقه إذا لم يكن الغرض منها التفقه، اللي هو الاستنباط. يعني وكما سبق هذا من الغرائب أن تجد من المعاصرين من يعنى بأصول الفقه ويشتغل به، وفي نفس الوقت يقول ينسد باب الاجتهاد، وما فائدة دراسة أصول الفقه إذا لم يكن الغرض من الوصول إلى الاستنباط. ونسبة وفضله، ما فضل هذا العلم، ما فضل هذا العلم، ما قيمة هذا العلم، ما منزلة هذا العلم في الدين؟ لا شك أن له فضلا كبيرا ما دام الفقه في الدين مأمورا به ومحببا في الشرع ومندوبا إليه في الشرع، والله عز وجل أمر به، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لا يمكن الوصول لهذا المأمور به الذي حث عليه الشرع إلا بأصول الفقه. فإذا كان الفقه من أعظم العلوم الشرعية لأنه علم مقصدي، هذا من العلوم المقصودة بالذات، هو علم الفقه، لأنه عبادة والعبادة مأمور بها، إذا لا بد من دراسة الفقه، فالعبادة من العلوم المقاصدية. لكن هذا الفقه متوقف ضرورة، متوقف على أصول الفقه، ففضله بفضل المتوقف عليه، ففضله بفضل المتوقف عليه. إن كان للفقه فضل فلا بد أن يسري وينتقل هذا الفضل لأصول الفقه. قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا التفقه في الدين يتوقف على أصول الفقه. إذن من ضبط أصول الفقه ومعرفة أصول الفقه داخل في هذا الممدوح في الحديث، أن الله تعالى أراد به خيرا من وفقه لمعرفة أصول الفقه. قال ونسبة وفضله والواضع، الواضع المراد به أول من ألف، أول من ألف في أصول الفقه، أول من كتب كتابا، أول من ألف في أصول الفقه عند عامة العلماء هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد ألف عددا من الكتب كلها تصب في هذا المنحى،
كتاب الرسالة هذا في خصوص أصول الفقه، لكن كذلك كتابه جماع العلم أو جماع العلم كذلك في أصول الفقه، وله رسالة ما طبعت كتاب في ذم الاستحسان، ويذكر له كتاب في حجية خبر الواحد، وكتابه اختلاف الحديث الذي استخرج من كتاب الأم، كذلك فيه تقريرات أصولية، فيه عبارات أصولية، فيه أصول وقواعد يستعملها في كتاب، يعني عدد من كتبه كلها أصولية. فأول من كتب في أصول الفقه كتبا وطبق هذه القواعد وأعملها في الأدلة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. خلاف هذا أو من قال خلاف هذا يحتاج لإثبات. الحنفية يقولون الأصول الأولى لأصول الفقه نشأت مع الإمامين صاحبي أبي حنيفة محمد بن حسن وأبي يوسف، لكن أين الدليل؟ أين الإثبات؟ الكلام في الواضع ليس في أول من تكلم أو رجح أو استنبط، هذا موجود في زمن الصحابة، الاستنباط والترجيح وإعمال القواعد، لكن أين التأليف؟ أين التأليف من هذين الإمامين؟ فادعاء الحنفية أن أول واضع لعلم أصول الفقه هو الإمامان أو أحدهما كما يذكر بعضهم، كما يقتصر بعضهم على 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 أحدهما، يحتاج لإثبات. قول الشيعة بأن أول واضع لأصول الفقه محمد الباقر وولده جعفر الصادق، أين الدليل؟ أين الكتاب؟ أين التأليف؟ ولو اسم الكتاب، أذكروا لنا ولو اسم كتابه الذي كتبه في أصول الفقه، ما فيه شيء، لكن غير لأن الشيعي يريد أن يزاحم، يعلمون قيمة هذا العلم، والشيعة يعنون كثيرا، يعتنون كثيرا بعلم أصول الفقه، يدرسونه وألفوا فيه الكتب ويضبطونه، يعتنون به أكثر من 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 العلوم الأخرى، يعني حتى الكتاب والسنة ما يدرسونها أصلا، القرآن ولا السنة ليس مادة معتمدة في جامعتهم. الشاهد أول من ألف في أصول الفقه والإمام الشافعي رحمه الله تعالى، من قال خلاف هذا فإنه يحتاج لإثبات ولا دليل على 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 ما قال. ثم كثر التأليف بعد ذلك وانتشر، يعني بعد الشافعي رحمه الله تعالى ألفت مؤلفات، لكن في خصوص القرن الخامس الهجري 400 أول 400 إلى آخرها، هنا هذا القرن يعني فيه أمران لافتان، أحدهما كثرة التأليفات في هذا القرن، الأمر الثاني التنوع في المؤلفات. ألف المعتزلة العمد والمعتمد في هذا القرن، المالكية كالباجي كالباقلاني كالقاضي بن القصر رحمه الله تعالى قبل 400 بسنوات، 394 يعني بست سنوات فقط. ألف عدد من العلماء من المالكية، من الشافعية كتاب المستصفى، كتاب البرهان، مستصفى في 505 للهجرة الغزالي، معنى أنه عاش في القرن الخامس الهجري وألفه في القرن الخامس. الإمام الجويني وهو شيخ الغزالي ألف كذلك في هذا العصر، والظاهرية الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ألف كذلك في هذا القرن. معناه أن هذا القرن، هذا المئة سنة، ظهرت فيها مؤلفات متنوعة مختلفة وأيضا كثيرة. والكتب التي اعتمدها المتأخرون بعد ذلك بعد هذا القرن كلها هي التي ألفت في هذا القرن. الرازي مثلا اعتمد في كتابه المصول على أربعة كتب أو على كتابين يقول بعضهم، لهم المستصفى للغزالي والمعتمد أبي الحسين البصري، وبعضهم يزيد البرهان للجويني والعمد للقاضي عبد الجبار، كتابان لمعتزليين وكتابان لشافعيين. الشاهد أنه في هذا القرن انتشرت المؤلفات، وكل الناس بعد ذلك إنما يأخذ من هذه الكتب ويستمد منها ويرجع إليها. ونسبة وفضل هو الواضع والاسم، اسم هذا الفن أصول الفقه أو علم الأصول أو علم أصول الفقه، والاسم الاستمداد، استمداد هذا الفن، استمداد هذا العلم، علم أصول الفقه. يذكرون جملة من الأمور، من استمدادات، الاستمداد يعني من أين أخذ هذا العلم مادته، من أين أخذ هذا الفن علم أصول الفقه، من أين أخذ مادته، هذه المادة الأصولية في الأصل ديالها، من أين أخذها، من أين اكتسبها، من أين استفادها هذا العلم. له عدة من الاستمدادات، عدد من الاستمدادات. من استمدادات أصول الفقه اللغة العربية، وهذا هو الاستمداد الكثير. أهم مبحث كما سبق في علم أصول الفقه هو مبحث الدلالات، الدلالات كلها مأخوذة من اللغة العربية،
العموم والإطلاق والتقييد والمفهوم والمنطوق والمخالفة والقيود كلها والإجمال والمجمل النص المؤول الحقيقة المجاز الكناية كلها مأخوذة من اللغة العربية. معناه أن علم أصول الفقه استمد كثيرا مما يدخل في الركن الأعظم فيه في أعظم مبحث فيه استمدها من اللغة العربية من لغة العرب. من استمداد كذلك أصول الفقه مما استمد منه القواعد الأدلة الدليل النقلي الخاص تفصيلي. كان يقال مثلا هذا الحديث دليل هذه القاعدة، كان تقول مثلا كما قال ابن دقيق رحمه الله تعالى في شرحه على العمدة حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قال يستفاد من هذا الدليل أن الأمر يفيد الوجوب، أن الأمر يفيد الوجوب، فاستفاد قاعدة أصولية من دليل تفصيلي. يعني كان تقول مثلا في قول سعد رضي الله عنه في حديث عثمان بن مضعون لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل فرده عليه قال ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا. كان يقولوا هذا الدليل، هذا الكلام لسعد رضي الله عنه يفهم منه أن الخطاب لواحد خطاب للجماعة، فقضايا الأعيان الأصل خلافها في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إذا كان يخاطب الصحابة. وهذا استمداد ثالث، الدليل النقلي من الكتاب والسنة كذلك من استمدادات وصول الفقه تصرفات الصحابة، كهذا مثلا، كهذا التصرف من سعد رضي الله عنه، وكقول أبي أيوب قال فقدمنا الشام في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبلوا لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بون ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها بغائطين، قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. شنو المستفاد هنا؟ أن فيه قاعدة أصولية وهي أن عموم الأفراد يستلزم العموم في الأمكنة والأزمنة والأحوال. هذا تطبيق عملي من أبي أيوب رضي الله عنه لهذه القاعدة، فتستفاد القاعدة من هذا التصرف. قول أبي أيوب فقدمنا الشام، مشى للشام، والنبي صلى الله عليه وسلم أين قال لهم لا تستقبلوا ولا تستدبروا؟ في المدينة، لكن ذهب إلى الشام فطبق فيها القاعدة. معنى هذا أن العموم في الأفراد يستلزم العموم في الأزمنة والأمكنة، والأمكنة أي في أي مكان يطبق ذلك العموم. فالشاهد أن الاستمداد اللغة العربية، دليل الكتاب والسنة، الاستمداد كذلك تصرفات الصحابة، وهذا مهم وفيه دراسة لبعض المعاصرين، وهو مما ينبغي أن يعتنى به. ممن اعتنى به قديما الإمام الجويني رحمه الله تعالى في البرهان، كثيرا ما يقول هذا منهج الصحابة، هذه طريقة الصحابة، يدل عليه عمل الصحابة، هكذا فهم الصحابة، فيرجع للصحابة، وإن كان ما ذكر هذا كاستمداد مثلا ينص على أنه استمداد. ممن نص عليه من القدماء ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرح العمدة نص على هذا، أن تصرفات الصحابة هذه مما تفهم به النصوص، تستفاد منه القواعد التي تصنف بها الأحكام الشرعية من النصوص، القواعد الأصولية. الاستمداد قلنا اللغة العربية، الدليل النقلي والكتاب والسنة، تصرفات الصحابة، العقل الصريح من استمداد القواعد الأصولية العقل، لكنه العقل الصريح البديهي الضروري، مش القواعد الفلسفية، مش القواعد المنطقية، وإنما العقل الصريح. كأن تقول مثلا في باب القياس القياس حجة، من أدلة حجية القياس كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى العقل الصريح يدل على الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، والقياس من هذه البابة. القياس شنو وظيفته؟ أن يجمع بين المتماثلات، تقول هذا شبيه بهذا يساويه في العلة في مقتضي الحكم، في المقتضي والباعث والداعي للحكم يساويه في المقتضي، إذا لا فرق بينهما. ومن هذا العبارة مثلا أو من العبارات القريبة من هذا التأصيل الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله في القياس الجلي قياس لا فارق، معناه أن المسألتين أو الصورتين إذا لم يكن بينهما خلاف فرق فالأصل الجمع بينهما. هذه قاعدة شرعية وقاعدة عقلية من العقل الصريح، هو الجمع بين متماثلات والتفريق بين مختلفات، وهي قاعدة فطرية. يعني الإنسان منذ الصغر دائما كيجمع بين متماثلات، صبي وهو غير مميز لكن كيسوي بين المتماثلات وكيفرق بين المختلفات، كيشوف شي إنسان بواحد الصورة مثلا حسنة رأى فيه إكراما وكذا، حيثما رأى شبيها به سيقصده لأنه كيظن بأنه رأى نفس الشخص،
مثل الشخص السابق مثلا في التصرف الحسن، والعكس كيشوف إنسان مثلا أفزعه ضربه وكذا يقيس عليه كل من شابهه. يعني اسمه الاستمداد مما أدخل في الاستمداد، وهذا يحتاج إلى توقف. المقام ما 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 يناسب، لكن عموما الاستمداد مما يذكر في الاستمداد عندهم علم الكلام. كيقولوا من استمداد أصول الفقه علم الكلام، أي العقيدة بطريقة المتكلمين، مما يستمد منه أصول الفقه كذلك تستمد منه القواعد الأصولية. وهذا ما يصح ولا يمكن أن يسلم، لأن أصول الفقه سابق لعلم الكلام. لو لم يوجد علم الكلام أساسا، علم الكلام اللي هو طريقة المتكلمين في بناء المعتقد، في تقرير المعتقد، اللي هو تقرير العقائد الإلهية، لكن بحجج فلسفية، بحجج عقلية، بحجج منطقية، مش بأدلة الكتاب والسنة. هذا المسلك مسلك متأخر مخالف للشرع، لا يمكن أن يكون هذا العلم الشرعي المحتاج إليه في فهم النصوص الشرعية أن يكون متوقفا على هذا المسلك المتأخر أبدا. اللفظ السابق لا يحتاج إلى اصطلاح حادث، هذه قاعدة في فهم النصوص. اللفظ السابق لا يفسر بالاصطلاح الحادث، ولا يحتاج إلى اصطلاح حادث فيه إلا إذا كان سليما، مراعيا للقواعد، مراعيا للغة العربية وللغة الخطاب. يشكل أساسا قولهم بأن علم أصول الفقه مستمد من علم الكلام. كيف سيستمد من علم الكلام؟ هو أصول الفقه قواعد وأسس يفهم بها القرآن والسنة وتستنبط بها الأحكام العملية، وعلم الكلام علم العقيدة، علم العقيدة بطريقة فلسفية. أين مجال التلاقي؟ فين كيتلقوا باش نقولوا بأن علم الفقه، بأن علم الأصول هذه القواعد الاستنباطية مستفادة من علم الكلام؟ كيقولوا لك لأن الناظر في أصول الفقه لابد أن يكون عارفا بالله، لكن هذا ليس استمدادا. تقول هذا شرط في الأصول، يشترط في الأصولي أن يكون عارفا بالله، لأنه إذا لم يكن عارفا بالله مؤمنا به كيف سيقود القرآن حجة؟ كالملحد مثلا، الملحد إذا بحث أصول الفقه غادي غير يقلد المسلمين إذا كتب في أصول الفقه، لأنه لا يعتقد حجية القرآن ولا حجية السنة. لكن هل يعد هذا استمدادا؟ الاستمداد معناه هذا علم يأخذ مادته من علم آخر. يعني مادة علم الكلام يحتاج إليها في علم أصول الفقه. أما أن تقول الأصولي، إذا قلت الأصولي خرجت من أصول الفقه ابتداء، خرجنا من أصول الفقه ولجأنا إلى الأصولي، ثم هذا الأصولي أشنو علاقته بعلم الكلام؟ قال لك لأنه يحتاج في تقريراته الأصولية يحتاج إلى الإيمان بالله، لابد أن يكون مؤمنا بالله. لكن هذا مش استمداد، هذا شرط. تقول يشترط في الأصولي المتكلم في أصول الفقه أن يكون مؤمنا بالله عز وجل، يعني هذا مش استمداد أساسا ابتداء وانتهاء. بعضهم الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه ليس الصبح بقريب اعترض على هذا وقال بأن هذا ما يستقيم، هذا ليس استمدادا. حاول يجي إلقى واحد المخرج، فقال المراد بكون علم الكلام استمدادا هو أن بعض المباحث الأصولية يحتاج فيها إلى تقريرات كلامية، وهذا في الواقع هو الموجود، هو اللي كاين. يعني يتحدث الأصولي وهو أشعري عن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي أراد تعريفه. الحكم الشرعي هو خطاب الله. كيجي خطاب الله؟ الخطاب يقتضي مخاطبان ومخاطبان، إذن فيه كلام. كيقول لك لا، سيبني هذا التعريف على معتقده الكلامي. شو يقول لك؟ هو خطاب الله النفسي باش يدفع هذاك التخاطب، أنه تخاطب بين اثنين. يعني يحتاج في تقريره بناء على معتقده هو، تقريره القاعدة بناء على معتقده هو، ماشي في تقرير القاعدة الأصولية مجردة منفكة عن المعتقدات الباطلة، عن معتقدات المتكلمين. يعني أراد أن يبني أصولا على معتقده، بهل الاعتبار هذا؟ نقول نعم، أصول الفقه يستمد كذلك من علم الكلام. لكن أي أصول هذا؟ أصول الأشاعرة، أصول المعتزلة، أصول الجهمية، أصول الشيعة. الشيعي يريد أصولا تطابق معتقده، إذن لا بد من أن يرجع إلى عقيدته الشيعية. الجهمي يريد أصولا تطابق معتقده، إذن لا بد من أن يبنيها على عقيدته الجهمية. المنهج السليم هو أن تستخرج هذه القواعد من مصادرها الأساسية
بغض النظر عن هذه المعتقدات، بغض النظر عن التحريفات للنصوص. انت جيب القاعدة كما تقتضيها اللغة العربية، كما تقتضيها النصوص، دلت عليها النصوص، طبق القاعدة، أسس القاعدة، قاعد القاعدة، ضع لها أدلتها. لاش أنا غادي نوضع قاعدة أصولية بناء على معتقدي؟ هذا عند أهل السنة، وهذا من فضل الله عز وجل ما يحتاجون فيه لهذا التكلف. علاش لا يحتاجون أي التكلف؟ لأنهم أصلا لم يحدثوا منهجا عقديا مخالفا للكتاب والسنة. فإذا وضعوا قاعدة أصولية مبنية على اللغة فهي عقيدة سنية تؤصل بها عقيدة أهل السنة وجماعة، وعقيدة تفيده في إثبات الصفات وفي تقرير المعتقدات وفي كل مسائل المعتقد. قاعدة أصولية بنيت على الأدلة، أصلا عقيدة أهل السنة لا تخالف الأدلة. إذا بنيت القاعدة الأصولية على دليل من الأدلة، ما يمكن أن يتوصل إلى بهذه القاعدة إلى ما يخالف المعتقد. لكن لأن المتكلم ابتداء عنده عقيدة مخالفة لما تقتضيه النصوص الشرعية، يحتاج دائما إلى أن يغير حتى القواعد، كيفية إلى أن يغير كيفية توجيه هذه القواعد، فلا بد أن يؤسسها على ما يوافق معتقده هو. فلذلك يحتاج إلى أن يجعل علم الكلام أساسا واستمدادا لأصول الفقه. بعض متأخرين قال بأنه من استمداد أصول الفقه كذلك المنطق، وهذا أبعد، هذا أبعد النجعة. لأن المنطق موضوعه العقليات المجردة، المعاني المجردة، ما عندوش علاقة بالألفاظ. وعلم أصول الفقه كله في الألفاظ وفي المعاني المتعلقة بالألفاظ، هو علم استنباطي. حقيقته الفقهي الاستنباط، كما قال الزركشي، استنباط من ماذا؟ استنباط من النصوص. سبق أعظم مبحث في أصول الفقه هو مبحث دلالات ماذا؟ دلالات الألفاظ. معناه أن علم أصول الفقه داخل قل في العلوم اللسانية، في العلوم اللفظية، في العلوم التي موضوعها لفظ، أدلة، ألفاظ. والمنطق لا علاقة له بالألفاظ، فلذلك إذا ذكروا مبحثا فيه شيء من الألفاظ كينبهوا في الحواشي ديال كتب المنطق، كيقول لكم هذا المبحث إنما أوردناه للحاجة إليه في تقرير المسائل المنطقية التي ستأتي، ماشي لأنه مبحث منطقي. فكيف يجعل المنطق محلا لاستمداد أصول الفقه وهما متباينان في الطبيعة، في طبيعتهما مختلفان متناقضان في الطبيعة متباينان، هذا في المعقولات المجردة، المعلومات المجردة، وهذا في الألفاظ ماشي في المعقولات المجردة، فكيف يجعل هذا مستمدا محلا للاستمداد؟ هل اسم الاستمداد حكم الشارع؟ ما حكم الشرع في فن أصول الفقه؟ هو الوجوب الكفائي، وهذا يقال في كل العلوم الوسلية كلها أو غالبها واجبة على الكفاية إذا قام بها البعض وسقطت عن الباقين، لكن إذا لم يقم بها أحد أثم الجميع، لأنه لا بد من وجود أصولي في الأمة، بدونه ما فيه فقه. إذا كان الفقه ضروريا وواجبا فلا بد من وجود أصولي كذلك، ولا بد من وجود محدث، ولا بد من وجود لغوي. الاستبداد حكم الشارع مسائل، ثم مسائله المبدأ ولا أخير. مسائل علم أصول الفقه أربعة، هي المباحث، رؤوس المسائل التي تبحث في أصول الفقه أربعة، هي الأدلة الشرعية، الأدلة متفق عليها أو مختلف فيها، الأدلة الشرعية، الأحكام الشرعية تكليفية أو وضعية وما يتعلق بها من النظر في من البحث في الحاكم والحكم والمحكوم عليه، الأدلة الشرعية، الأحكام الشرعية، قواعد الاستنباط وهي دلالة الألفاظ والمرجحات على ما يظهر والله أعلم كما ذهب إليه العربي رحمه الله، قواعد الاستنباط هي دلالة الألفاظ. ثم الأمر الرابع، المبحث الرابع، هو الاجتهاد والتقليد، مسائل الاجتهاد والتقليد. ويختلف العلماء، تختلف مناهجهم في بحث هذه المسائل بالكيفيات المعروفة في مناهج الأصوليين، منهج الفقهاء ومنهج المتكلمين والمنهج التلفيقي الجامعي بين الطريقتين
ومنهج تخريج الفروع على الأصول، ومنهج تقصيد أصول الفقه. هي مناهج خمسة. منهج المتكلمين، وهي طريقة الشافعي رحمه الله، يسمونها طريقة المتكلمين لأنها تعنى بتقعيد المسائل ولا تذكر الفروع الفقهية إلا على سبيل التمثيل. هذه طريقة المتكلمين أو طريقة الشافعية. طريقة الفقهاء أو طريقة الحنفية، ويقولون بأن فيها تقرير القواعد الأصولية بناء على الفروع، وهذا ليس سليما، ليس سديدا. الشيخ سلطان العميري بحث في هذا، وأن طريقة الحنفية ليس أخذ أصول الفقه القواعد الأصولية من الفروع الفقهية. هذا لو كان كذلك لكانت هذه قواعد فقهية، غادي تولي هذه قواعد فقهية مش قواعد أصولية. قواعد فقهية هي التي تؤخذ من الفروع الفقهية، تتبع الفروع الفقهية وتستخرج منها قواعد، هذه قواعد فقهية مش أصولية. وإنما طريقة الحنفية الإكثار من التمثيل الواقعي، الإكثار من التمثيل الحقيقي، يعني كيجيبوا قاعدة ويكثرون من التمثيل، حال طريقة المالكية مثلا تلمساني رحمه الله تعالى في مفتاح الوصول. طريقة الحنفية الطريقة الجامعة بين الطريقتين، ويمثلون له بالسبك رحمه الله تعالى في جميع الجوامع، جمعت بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء. طريقة تخريج الفروع على الأصول ككتاب الزنجاني مثلا الشافعي في تخريج الفروع على الأصول، الإمام تلمساني رحمه الله تعالى يفتح الوصول في تخريج الفروع على الأصول، اللي هو ذكر القاعدة ثم تطبق عليها فروع فقهية مستفادة من الأدلة. ثم الطريقة الأخيرة منهجية تقصيد أصول الفقه، وهي طريقة الإمام الشاطبي رحمه الله. تقصيد أصول الفقه أراد به أن يجعل القواعد الأصولية راجعة إلى مقاصد كبرى، راجعة إلى مقاصد الشريعة، فيربط كل قاعدة أصولية بالمقصد الشرعي، كلها لابد أن تؤدي قصدا، لابد أن تؤدي مهمة، أن تؤدي غاية، أن توصل إلى مقصود شرعي. والله أعلم، أكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، وربما أطلنا كثيرا. صلى الله على سيدنا محمد.